أخذت لقطة الحرم وذهبت بها إلى صندوق الأمانات أو الإعلانات ووضعتها عندهم، وذلك لأن كثيرا من الناس إذا فقدوا أغراضهم يذهبون إلى ذلك المكان، فهل فعلي جائز؟ هذا توكيل، نعم جائز، هذا توكيل للقائمين على هذا الشيء، أنت وكلتهم، وأيضا الناس اعتادوا أنهم يراجعون الصناديق هذه، فهذا شيء طيب. نعم.